مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس ومتابعة لكافة الأحداث الاقتصادية. بالفعل تابعنا تواجد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرنسا في مؤتمر الدول الكبرى السبعة في المنتدى الاقتصادي الهام جدا واللي بيظهر رئاسة مصر للاتحاد الافريقي وتواجدها فيه. أعتقد أن هذا التواجد بالفعل أسفر عن العديد من المجالات المهمة جدا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية اللي بتواجهنا وفي ظل التطلع أيضا إلى التواجد الإفريقي بشكل عام. تواجدنا داخل هذه المحافل الدولية كرئيس للاتحاد الإفريقي بيعطي أيضا أهمية كبيرة لتنمية قطاع الصادرات في مصر في ظل وجود برنامج اقتصادي بتقوم به في الفترة الأخيرة لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية. هذا البرنامج اللي بيتطرق إلى التنمية في كافة المجالات، تنمية صناعية، تنمية سياحية، تنمية زراعية. وأعتقد أن بالفعل كان هناك العديد من الإنجازات الخاصة اللي قام بها أيضا السيد الرئيس. بالأمس القريب كان هناك الافتتاح الخاص بالصوب الزراعية وتأثيرها على حركة التنمية في مصر ومردودها أيضا من خلال توفير احتياجات السوق المحلي وأيضا تنمية الصادرات الزراعية لكافة الأسواق، سواء كانت الأسواق الإفريقية أو الأسواق العربية. النهاردة من خلال لقائنا هنشوف إزاي بنستثمر كل هذه الجهود سواء محليا أو دوليا لإتمام خارطة البرنامج الخاص بالإصلاح الاقتصادي وتأثيره على الحالة الاقتصادية في مصر. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي دكتور محمد علي فهيم، أستاذ البحوث الزراعية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذة نجلاء. دكتور محمد، يعني خلينا نقول ان تواجدنا في فرنسا مع قمه الدول اعتقد ده فرصه مهمه جدا. قبل ذلك كان هناك ايضا المؤتمر المقام في اليابان اللي ايضا مثلت في مصر برئاستها للاتحاد الافريقي. بدايه اهميه تواجدنا في مثل هذه المؤتمرات الدوليه اللي بتضم كبريات الدول الصناعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا بشكر حضرتك جدا استاذه نجلاء على اتاحه الفرصه من خلال برنامج حضرتك الاقتصاد والناس على تلفزيوننا الوطني التلفزيون المصري. مصر الان بتخوض معارك عديده على كافه المستويات، وهي معارك السلام من اجل التنميه. مجهودات سياده رئيس الجمهوريه واضحه جدا للكل خارجيا وداخليا. انا اقدر اقول لحضرتك وانا يعني استاذ في التنميه الزراعيه وفي مركز البحوث الزراعيه ان افريقيا تمثل لمصر حديقه خلفيه مهمه جدا على مستوى العلاقات السياسيه وعلى مستوى الصادرات والزراعه. موضوع الصوب الزراعيه هو موضوع في غايه الاهميه، وقبل كده انا قلت عليه ان هو موضوع انا بسميه يعني بدون اي مبالغه هو السد عالي تاني لمصر. ممكن غير المتخصصين او المواطنين العاديين يعني يشوف في مبالغه شويه في الوصف اللي انا بوصفه، ولكن الصوب الزراعيه هي المنقذ للزراعة المصرية. الزراعة المصرية عانت لفترة طويلة من الزمن تكاد تتجاوز 20-30-40 سنة لكتير من العشوائية في سواء في قوتها. مصر في الأصل بلد زراعي، وحضارة مصر الكبيرة قامت على الزراعة، وما زالت الزراعة تمثل نقطة قوة لأي أمة في العالم، لأي دولة نقطة الزراعة. إن كنت مكتفي ذاتيا من الغذاء ومن زراعتي وبصدر، ده نقطة في منتهى الأهمية لقوتي في كل المجالات التانية. أعتقد أن احنا يعني من صغرنا وإحنا بنقول مصر بلد زراعي، وأن الحضارة المصرية على الزراعة، فتاريخ الزراعة تاريخ طويل جدا. وزي ما نقول قبل ما نكمل كلامنا، اسمح لي مع حضرتك ومع كل السادة المشاهدين نشوف ونتابع هذا التقرير ونعود مباشرة. يعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10,000 فدان في إطار المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية، أحد المشروعات الهامة التي تحقق الأمن الغذائي لمصر، حيث يمثل أحد المشاريع القومية في مجال الزراعات المحمية والصوب الزراعية. الصوب الزراعية هي مشروع قومي بيساعد على زيادة الإنتاج ويساعد على انخفاض الأسعار، وطبعا ويعني وبيساعد الانتاج الزراعي
في زراعات موسمية مختلفة، يعني الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، واحنا يعني بنطالب بزياده الصوب الزراعي في الوقت المقبل، لانها طبعا بتساهم مساهمه كبيره جدا الاسعار يقيتا. يعني والله اهميه الصوب الزراعيه هي مشروع كويس تمام ومشروع ناجح، وبالنسبه كمستقبليا يعني ايه هيعمل طفره في الانتاج كبيره وهيزود بالنسبه للمحاصيل الزراعيه. مشروع كويس بيدي فرصه للشباب وبيدي انتاج وتصدير ونقول تحيا مصر. الصوب الزراعيه دي هتوفر فرص عمل لشباب كتير جدا، الرقعة الزراعيه بتزداد في مصر ان شاء الله. المصريين زي ما السيد الرئيس وعد ان هم هيجنوا ثمار، احنا الحمد لله دلوقتي بنجني ثمار الاصلاح الاقتصادي، والمصريين بيجنوا ثمار صبرهم على السنوات الماضيه. يعد الإنتاج المشروع نحو 1,000,000 فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، يهدف بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي إلى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك مع ترشيد استخدام مياه الري. أول حاجة إن الصوب الزراعية هتعمل اكتفاء ذاتي نوت للشعب، وهتتصدر منها، هتعمل مصدر بتوفر المنتج بفصل زراعي ولا تربي بشيء. بنلاقي المحاصيل الصيفية في الشتاء، ونلاقي المحاصيل الصيفية في الشتاء، ونلاقي الربيع كل المنتجات الزراعية بنلاقيها متوفرة طول العام. كون إن احنا نقدر ناكل نفسنا وما نستوردش أي حاجة، دي في حد ذاتها يعني الحمد لله هتقدر تخلينا دولة نموها الاقتصادي والصناعي يقف، لأن الزراعة هي أساس أي حاجة في أي بلد. زي ما بنقول ان في جهود كبيره جدا بتتم على المستوى الدولي، ومن خلال تواجدنا زي ما قلنا في بدايه كلامنا في المحافل الدوليه والمؤتمرات اللي بتضم كبرى الدول الصناعيه، ايضا هناك التنميه الشامله اللي بتحدث داخل مصر في كافه القطاعات. شفنا وتابعنا اهميه وجود الصوب الزراعيه ودورها في عمليه التنميه. خلونا نعرف اكتر عن هذا الموضوع، ومره ثانيه برحب بضيفي اللي مشرفني دكتور محمد علي فهيم، استاذ بمركز البحوث الزراعيه. برحب بحضرتك مره ثانيه. يعني الصوب الزراعيه شفنا من خلال هذا التقرير مدى اهميتها. بدايه عايزه اعرف الناس اهميه وجود عدد كبير من الصوب الزراعيه لكافه المنتجات، بيساعد على ايه وبيؤدي لتغيرات ازاي في مجال الزراعه؟ تمام، عشان نقدر نعرف اهميه الصوب لازم نعرف ظروف الانتاج الزراعي في مصر باختصار شديد جدا. تمام. مصر مساحه 1,000,000 كيلومتر مربع، يعني تقريبا 240 مليون فدان. 240 مليون فدان احنا بنزرع في كم منهم وبنعيش في كم؟ تقريبا في 9 مليون. تمام. 9 من 240. اذا ما فيش تناسب كبير قوي ما بين المساحه المخصصه للانتاج الزراعي وبين المساحه الكليه للجمهوريه. في دول على فكره قريبه منا تقريبا بتستثمر اكتر من 50% من مساحتها في الانتاج الزراعي، عشان يبقى احنا عارفين ان احنا بننتج زراعه في الاسفلت زي ما بنقول كده بالظبط. في الزراعه بننتج زراعه بمنتهى الصعوبه، ورغم ذلك الحمد لله الانتاج الزراعي يعني في مرحله جيده جدا. النقطه الثانيه وده محدد رئيسي جدا في الانتاج والتنميه الزراعيه، الميه. يعني مش بس ان انا عندي مساحات كبيره صحراء، لا، الميه محدد مهم جدا في الانتاج الزراعي. انا لو موجود معايا ميه من الاول وكميات مياه متاحه هقدر ازرع مساحه كبيره من المساحه اللي انا قلتها دلوقتي. فاذا الموضوع المياه من ضمن المحددات الرئيسيه. طب الصوب بيمثل ايه بالنسبه للمشكلتين دولت؟ دي نقطه مهمه قوي. الصوبه الزراعيه عباره عن منهج للتكثيف الزراعي. تكثيف الزراعي بمعنى ايه؟ الفدان اللي انا ممكن العشرة فدان اللي انا ممكن ازرعهم في الحقول المكشوفه ازرعهم فدان جوه الصوب، وكل ما كانت تكنولوجيا الصوب متقدمة. يعني الانتاج بتاع العشر فدادين خارج الصوبه ممكن يكون انتجوا من فدان، من خلال فدان واحد داخل الصوبه بالظبط. في نفس التوقيت الجوده الموجوده جوه الصوبه، اولا الصوبه ديت يعني
يعني كيان بيسميه بيت زراعي، يعني كأن الزراعة لها بيت زي ما كل حاجة لها بيت. البيت الزراعي ده سهل جدا ان انا اتحكم في كل ظروفه، سواء كان ظروف مناخيه داخل الصوب او ان انا احد من مشاكل الامراض والافات واستخدام الكيماويات والمبيدات الى اخره. اذا حتى جوده المنتج اللي طالع جوده متحكم فيها لصالح انها تكون جوده جيده. فده نقطه مهمه جدا يضاف لموضوع الصوب. طبعا في محدد رئيسي، وان الصوب الزراعيه زراعه مكلفه. فكتير من الناس بيتساءلوا التساؤل ده، تساؤل مشروع. طيب ما انا عندي مشاكل فعليه في بعض المحاصيل الاستراتيجيه اللي بتمثل عبء كبير جدا على ميزان المدفوعات المصري، وهي الحاصلات الحقليه زي القمح وزي المحاصيل الزيتيه وزي السكر والى اخره. طيب تمام. ما انا ما اقدرش ازرع الزراعات دي جوه الصوب. طب اعمل شبه اكتفاء ذاتي، او اقدر اعمل درجات من الاكتفاء الذاتي بيها ازاي؟ كل فدان هيتم استقطاعه من زراعه الخضار، وده المحصول اللي انا ممكن ازرعه تحت الصوب، كل فدان هيتم استقطاعه، ده هيبقى فرصه رائعه ان انا ازرعه اتوسع في احد المحاصيل اللي بتمثل لي مشكله في الفجوه الغذائيه الموجوده في مصر اللي انا بستورد. انا لو قلت انا بستورد رقم قد ايه، وده رقم السر، وده رقم مهم جدا لازم كل المواطنين يعرفوه، انا بستورد عشرات الملايين من الاطنان، يعني بستورد قمح 8 9 مليون، ذره صفراء للاعلاف تقريبا 8 مليون، فول صويا 3 مليون اللي انا بعمل منه اعلاف واعمل منه زيوت، بستورد سكر، بستورد قطن قصير التيل عشان اعمل بيه المنسوجات بتاعتنا. اذا انا بستورد كميات كبيره. هديك مثال واحد بس عشان اعرف حضرتك واعرف المواطنين يعني ايه ان انا بستورد عشرات الملايين. تخيل لو احنا بنزرع المساحات دي كلها في مصر هنحتاج ميه قد ايه؟ تقريبا قد الميه اللي موجوده، تقريبا قد حصه مصر. اذا الموضوع مش سهل. وعشان اقدر اتحايل على موضوع الاكتفاء الذاتي بفكر في منهج اخر من الزراعه اللي بتعتمد على التكنولوجيا في المقام الاول، بتعتمد على الحداثه، ان انا اقدر اكثف الزراعات. اولا متر الميه المكعب اللي انا بنتج بيه مثلا كيلو طماطم بره اقدر انتج بيه 10 كيلو داخل الصوب، وده جزء مهم. ده مفهوم الصوب أو طبعاً. دي أهمية الصوب اللي حضرتك ذكرتها في البداية، لكن علشان أوضح كمان مدى الأهمية القصوى الخاصة بيها، حضرتك ذكرت موضوع مهم جدا، أنا بستورد بالملايين أو بأرقام كبيرة جدا، وإحنا هدفنا في الفترة الأخيرة تقليل الواردات إلى حد كبير وتنمية الصادرات في ذات الوقت. الصوب هتعمل إيه في موضوع الواردات ده؟ وهتوفر لي إيه كسوق محلي واقدر يعني يكون عندي نوع من التصدير ايضا في نفس الوقت؟ هتعمل حاجتين مهمين. الحاجه الاولانيه ان انا بستورد برقم كبير معروف ومنشور، والجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء نشره ان تقريبا يتجاوز ال 12 مليار دولار، ده قيمه فقط الواردات من المنتجات الزراعيه والغذائيه. تمام. رقم واحد زي ما قلت لحضرتك، انا الصوب الزراعيه اللي الدولة بتقوم بيها عمرها ما هتكون منافس لزراعات المزارعين خارج الصوب. المزارع الصغير بيزرع خضار والمزارع المتوسط بيزرع خضار، فطبعا الخضار انا بنتج خضار في مصر باكتفاء ذاتي تقريبا 120%، يعني انا اصلا من قبل الصوب وانا عندي اكتفاء ذاتي من الخضار. طيب لما انا انتج من الصوب معناه ان انا اعمل ايه؟ لا، انتاج الصوب جزء منه رايح لطريق معين وهو التصدير. انا بنتج صوب من صوب مجهزه تكنولوجيا عاليه، اذا المنتج اللي طالع ده ذات جوده ممكن انافس بيه الدول اللي انا مش قادر انافس بيها المنتج اللي بيطلع من الحقل المكشوف اللي هو من عند المزارع. اذا هذه الصوب هيتم تخصيص جزء كبير منها لتنميه الصادرات او لزياده الصادرات من اي منتجات او محاصيل؟ هل كل المحاصيل يمكن زراعتها داخل الصوب، ام ان الصوب بتختص بنوعيات معينه من المحاصيل الزراعيه؟ معظمها زراعات خضر وزراعات ممكن زور قطف وزراعات موجهة في الأساس، يعني عندي الفلفل الألوان، عندي أحيانا الفاصوليا، ودي كلها حاصلات جزء منها موجه للتصدير، يعني أنا بصدر كميات معقولة من الفلفل الألوان ومن الفاصوليا. ليه الصوب؟ لأن أحيانا سوق الاستيراد الخارجي بيحتاج منتج في توقيت معين مش قادر أنتجه في الحقل المكشوف بسبب المناخ، فأنا عندي صوب زراعية أقدر أنتج فيها طول السنة زي ما أنا عاوز. فإذا مجرد ما يبقى في نافذه تسويقيه تصديريه واضحه، عندنا المكتب الزراعي في روما وعندنا كل الملحقات الزراعيه الموجوده في السفارات اللي في دول اوروبا بالتحديد، يقدروا يقولوا لي ان الفتره دي محتاجين المنتج الفلاني في التوقيت الفلاني، فانا مش هقدر في الاوقات العاديه ما بقدرش انتجها في الحقل المكشوف بسبب زي ما قلت لحضرتك المناخ، ودي عروات زراعيه صيف وشتوي.
فلما يكون في صواب هقدر اغطي النافذه دي. معناه ايه؟ معناه ان انا كل ما اصدر بدولار واحد بس، الدولار الواحد ده يا اما استخدمه طالما هو دولار جاي من بره استخدمه في سد الفجوه اللي انا بستورد بيها، اما ان المساحه دي هيتم استقطاعها، المساحه اللي انا بزرعها تحت الصواب دي هيتم استقطاعها من الحقول المكشوفه، واقدر اعمل احلال جزئي للمحاصيل اللي انا بعاني من مشكله فيها وهي المحاصيل الحقليه الاستراتيجيه، مع ان يكون في اداره جيده لدعم المزارع، لان المزارع ما هو قادر يزرع المحاصيل دي بس هو محتاج دعم فني ودعم تقني ودعم اخر عشان يقدر ينتج القصه دي. اعتقد كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يا دكتور محتاج منظومه متكامله، منظومه بحثيه علميه بتضع منهجيه لتنفيذها بشكل كبير. يعني ما بتكلم عن مركز البحوث الزراعيه لابد ان هو قائم على العديد من الابحاث في هذا الاطار. وهرجع تاني لبدايه كلامنا وبدايه ايضا ان احنا بنكون متواجدين في المؤتمرات الخاصه بالقمم الاقتصاديه، سواء كان المؤتمر اللي اقيم في فرنسا او في اليابان، وبيضم كبرى الدول الصناعيه، وده كمان بيكون في اطار رئاسه مصر للاتحاد الافريقي. ومدى استخدامنا او مدى تواجدنا في هذه المحافل للقدره على فتح اسواق وتنميه صادرات، دوركوا ايه؟ خطه علميه ممنهجه للقيام بها. طبعا انا ضحكت وانت حضرتك بتقولي الجزء ده لانك حضرتك سابقه بخطوه، كان مباشره هتكلم على ان لازم يبقى في اداره متكامله ومستدامه لكل المنظومه اللي حضرتك فحضرتك اثرت فانا بشكر حضرتك جدا على الجزئيه دي. طبعا في جزء مهم جدا لازم يتعرف، ومش لازم يكون المتخصصين اللي عارفينه، ان في جانب سياسي مهم حتى في جانب الاقتصاد. يعني في جانب التصدير في جانب سياسي، قوة البلد سياسيا بتقدر تمثل فرصة رائعة جدا لفتح الأسواق حتى للمنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات. والعالم كله ماشي طبعا اقتصاديا العالم كله ماشي بالقصة دي، ان فرض موقفك السياسي القوي بيمثل ليكي قوة إضافية أخرى في الاقتصادية لبعض الدول، وحتى أحيانا الدول وبينها وبين بعضها بتنافس بعضها يعني بالطريقة دي. يعني خلينا نقول ان احنا دايما بنقول ان الاقتصاد والسياسة وجهين لعملة واحدة. والحمد لله مصر بتسير بالتوازي في يعني هذين الاتجاهين، سواء كان في تنمية العلاقات الخارجية مع مختلف الدول إفريقية وعربية وأوروبية، وأيضا في مجال تبادل تجاري واقتصادي ما بين مصر وما بين مختلف الدول. فأعتقد أن يعني ده شيء بالفعل بيتم في الوقت الحالي. أنا هأكد على النقطة دي تاني بعد إذن حضرتك، أن لو أنا مثلا مع دولة منافسة زي المغرب او زي تركيا، دي من دول المنافسه لينا زراعيا، لو المنتج بتاعي ومنتجهم تساوي في الجوده فرنسا او بريطانيا او المانيا هتفضل مين فينا؟ لو مساوي في الجوده ومساوي في المتطلبات والاشتراطات بتاعتهم، هتبتدي تفضل الدوله اللي فيها علاقه سياسيه قويه مع، من الاخر كده، او ربما الدوله اللي بتقدم تسهيلات اقتصاديه اكتر. يعني النهارده احنا بنتكلم على الوين وين، يعني بالزبط. نظرية الوين وين، كل واحد يكسب بالزبط. فأعتقد أن الاثنين مع بعض، يعني خلينا نقول أن ده بيكمل الآخر. استثمارا لتواجد السيد الرئيس في فرنسا لحضور قمة السبعة، يعني سبع دول العظمى في العالم لما يكون مصر موجودة في وسطهم، وفي أجندة سيادة الرئيس رايح بيها، الأجندة من ضمنها اللي هي تحسين العلاقات السياسية، اللي زي ما قلت لحضرتك ده جزء مهم جدا. عشان لما أدي فرصة للصواب والغير الصواب ان انا اطلع منتج زراعي يبقى ليه نافذه مقدمه من البدايه. النقطه الثانيه اللي حضرتك اثرتيها، طب دور المؤسسات العلميه ودور المؤسسات البحثيه ايه في اداره المنظومه، وضع المنهجيه بقى اللي نمشي عليها. مش هتمشي الا بدور واضح جدا للمؤسسات العلميه والبحثيه ان تقدر تقدم لمتخذ القرار خريطه واضحه جدا. ده موجود؟ مش موجود. طيب هنعرف ليه مش موجود، وايه اللي ينقصنا كمراكز بحثيه متقدمه؟ انا اعلم تماما ان مركز البحوث الزراعيه بكم هائل من الابحاث، والابحاث المهمه جدا في مجال تنميه الزراعه، بس خليني مع حضرتك ومع كل الساده المشاهدين نشوف ونتابع هذا الفاصل، نعود بعده مباشره. لا يمكن ابدا تطلع بلاد لقدام من خلال تغيير بالتدمير.
البلاد بتطلع بالبنى وبالتعمير. معركتنا مع الصحراء معركة مصير، بدأناها وبنكملها بتحدي وعزم كبير. هدفنا مستقبل أخضر، خير ونور وأمل في بكرة. هي دي ثورة مصر الخضراء. مشروع الزراعات المحمية، 100,000 فدان من البيوت الزراعية، إنتاج زراعي صحي على أعلى المعايير العالمية في الأمن الغذائي، توفيره بأسعار تناسب السوق المحلية. وفرت لي في مصروف البيت، كل حاجه بقت رخيصه، حاجه نظيفه ومطمنه وانا داخله بيها على بيتي وعلى عيالي، باكلهم حاجه مضمونه مش فيها هرمونات، مش فيها اي حاجه، حاجه مفروزه صح. نقول يا ريس ربنا يبارك لك للناس الغلابه. وبجهدنا وصلت منتجاتنا لانها تكون الاختيار الاول للمستهلكين حول العالم. ضبط اليات السوق بالتنسيق مع التجار ورجال الاعمال. احنا عايزين كلنا نتحرك مع بعض، المستهلك اللي بياخد منتج ياخده بسعر مناسب، وكمان اللي شغالين في الصناعة ياخده هما كمان، وتنبت حبات الرمل ربيع أخضر متلون بألوان الحياة. الهدف اللي احنا بنعمله مش اقتصادي بس، لا، هو ان احنا بنعمل طاقة تشغيل. احنا بنتكلم في 250-300,000 فرصة عمل مباشرة. صفحة مشرقة كتبتها إرادة وطنية، وخطوة على الطريق لسه بعدها خطوات أكبر وأوسع علشان تحصد مصر والمصريين نتائج كانت حلم وخيال. هي دي مصر اللي ما تعرفش المحال. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ومرة تانية برحب بضيفي، برحب بدكتور محمد علي فهيم الأستاذ بمركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك مرة تانية يا فندم. كنا بنتكلم على يعني إدارة المنظومة الزراعية ومدى توفير أو تسهيل القيام بهذا الدور من خلال المؤسسات البحثية زي مركز البحوث الزراعية. المشكلات اللي بتواجهنا خاصة في ظل وجود أبحاث بالفعل متخصصة في هذا المجال. هو فعليا من حوالي 4 أيام أو 5 أيام كان سيادة اللواء محمد عبد الحي اللي هو رئيس شركة الزراعة المحمية أو الشركة الوطنية للزراعة المحمية اللي هي مسؤولة عن الصوب فعليا، كان موجود في وزارة الزراعة. تمام. وقابل معالي وزير الزراعة وقيادات مركز البحوث الزراعية غالبا للنقطة اللي حضرتك أثرتها دلوقتي بالظبط، وهو وضع خريطة واضحة. تمام. للمنتجات الزراعية المصرية من الخضار، سواء كان من الحقول المكشوفة التابعة للمزارعين أو من الصوب. ليه؟ عشان الصوب تقدر تقوم بدورها الفعال والوطني في سد فجوة غذائية موجودة، لازم زي ما قلت لحضرتك الصوب الزراعية دي ليها سيستم أو ليها نظام خاص بيها، إنها تقدر تنتج في أي وقت وبأفضل جودة وبإنتاجية أعلى. طبعا حضرتك لو جينا نتكلم على إن فدان الصوب زي ما هو، فدان الصوب تقريبا بيساوي أكتر من 10 أو 12 فدان، وكل ما زاد التكنولوجيا الصوبة كل ما زاد الإنتاجية الحدية المتر المربع لإنتاجية. في حاجة مهمة جدا جوه الصوب، ودي هقولها مش فلسفة ولا حاجة. النباتات جوه الصوب رغم ان الصوبة دي تقريبا 3 فدان و4 فدان، يعني انا عندي اكتر من 120,000 نبات داخل الصوبة الواحدة. يعامل كل نبات بمفرده. انا في الفدان في الحقول المكشوفة عندي المزارع العادي او حتى المزارع اللي عنده علم بيعامل الفدان فدان. انا بعامل النباتات داخل الصوبة كل نبات، حتى كل نبات له مكان وله خيط في رعايه وفي عنايه لابد ان هي يتم توفيرها بالظبط. عشان كده انتاجيه الصوبه هي انتاجيه اجمالي انتاجيه النباتات كلها. تمام. ودي اللي انا بس يعني انا مش استاذ في مركز البحوث الزراعيه بس انا مواطن مصري، ان كل مواطن مصري هو نبات جوه الصوبه دي، ليه حقوق وليه واجبات يقوم بيها. عشان لما اقول انتاجيه الشعب المصري هي انتاجيه كل فرد في مكانه. طيب اخيرا لان الوقت للاسف يعني بيعدي بسرعه، عايز اعرف ازاي نستثمر ده في تنميه قطاع الصادرات لمختلف الاسواق، واحنا بنستثمر تواجدنا مع الدول العظمى خاصه في ظل رئاسه مصر للاتحاد الافريقي، وافريقيا هي السوق البكر اللي بيسعى الجميع للاستثمار فيها في الفترة الحالية. بالظبط كده، زي ما عندي سوق أوروبي
وسوق اوروبي كاش ماني، يعني سوق اوروبي بيبقى فيه عائد مجزي من الصادرات ليه. عندي سوق افريقي وسوق واعد جدا، وفي دول من مسافات بعيده جدا بتيجي تشغله. انا مصر موجود في قلب افريقيا، مصر عليها الفتره اللي جايه مع بعد انشاء موضوع مشروع الصوب عليها جانب كبير جدا من يبقى في صادرات للحديقه الخلفيه لمصر وهي افريقيا، وهي دول واعده جدا. فبالمناسبه بالاضافه لنقطه سياسيه مهمه، ان لازم دور مصر ومكانه مصر ترجع تاني في افريقيا بعد انقطاع فتره طويله. الحمد لله يعني تخطينا المرحله دي يا دكتور، في بدايتها الحمد لله بعد الجهود اللي تمت في السنوات القليله الماضيه اعتقد تخطينا الفتره دي. نستثمر مشروع الصواب، ونستثمر وجود الرئيس في فرنسا، ونستثمر ان مصر فعليا عندها اراده قويه انها ترجع لافريقيا، لان الاخر افريقيا دي الجانب المهم والدعم الكبير لمصر في كل القضايا، فلازم نستثمر كل الحاجات دي. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد علي فهيم، الاستاذ بمركز البحوث الزراعيه. يعني ان شاء الله مزيد من الابحاث العلميه القادره على احداث تنميه زراعيه شامله باذن الله، خصوصا في ظل اهتمام الدوله والقياده السياسيه بهذا الموضوع. الف شكر لحضرتك، بشكر كل اللي تابعونا. دي كانت حلقتنا النهارده، وبكره باذن الله لقاء جديد، موضوع جديد مع الاقتصاد والناس.